خلينا يعني نفتح كده الخريطة وننظر إلى هذه الحرب يعني بعين السياسة. هذه الحرب اللي طالت شهورها ونحن في منتديات وقمم ومؤتمرات وأشياء كثيرة جدا، كيف ترى هذه الحرب؟ ما هي أهم النقاط؟ ما هي المراحل اللي يعني كانت على مدى هذه الشهور؟ طب خلينا شافكي ننظر لها بالأكثر من زاوية، يعني فيما يتعلق بالثمانية أشهر. طول الحرب هو من ناحية بيكشف فشل إسرائيل ورغم الدمار الكامل والشامل والقصف، الوقت طويل فشل في تحقيق أهدافه، في مقابل بيظهر نجاح الفلسطينيين في هذا الصمود. إسرائيل كانت تعتقد أنها في خلال يعني أسبوع أو أسبوعين بكثير الشهر ستحقق أهدافها وتنتهي وتقضي على المخططات، وبالتالي هذا وحتى الآن أهداف كل إسرائيل حتى المعلنة لم تتحقق، سواء في تحرير الأسرى أكثر من 120 رهينة في تحقيقهم، ربما باستثناء الأربعة الآخرين بعد ثمانية أشهر يتم تحرير الأربعة، وفي مقابل التضحية بألف شخص فلسطيني من الشهداء ومن المصابين. أيضا إسرائيل فشلت في تنفيذ مخططاتها التي كانت تستهدفها في التهجير القسري بسبب الموقف المصري وأيضا الموقف الأردني الصلب والصامد للشعب الفلسطيني. وبالتالي طول الحرب هو أظهر رغم هذا الدمار ورغم عدم تكافؤ القوى ورغم عدم التماسك حتى في القوى العسكرية ورغم الدعم الأمريكي السياسي والعسكري ورغم الدعم السياسي، ونتكلم عن هذا الأمر، لكن على الأقل طول الحرب يظهر فشل إسرائيل وصمود الجانب الفلسطيني. هذه نقطة. من الزوايا الأخرى عندما نتكلم عن المواقف أو الهدف من الحرب، يعني طول هذه الأمد إسرائيل تريد تصفية القضية الفلسطينية، إنهاء ما يسمى مسألة غزة. هذه الحقيقة المؤكدة على الثمانية أشهر الماضية، ليس فقط هي تتحجج بأنها تسعى لتحرير الأسرى، لأنها لو كانت تريد تحرير الأسرى بالفعل لكان يمكن تحريرهم عن طريق المفاوضات. يعني رأينا في هدنة 24 نوفمبر الماضي بعد الحرب بشهر تم هدنة وتم تحرير أكثر من 80 رهينة أو أسير إسرائيلي لدى الفصائل الفلسطينية. ومنطق الأمور يقول لو كانت إسرائيل تريد تحقق هذا الهدف لكانت استكملت في هذه المفاوضات، ولكنها تعنتت ورفضت كل المبادرات. وطبعا هنا الدور المصري طبعا الذي كان له الدور البارز في تقديم المبادرات والرعاية بدعم طبعا من المملكة الأردنية في وقف نزيف الدم الفلسطيني ورعاية المفاوضات، لكن كلها يعني تأثرت بسبب التعنت الإسرائيلي. وبالتالي على مدار الثمانية أشهر نقول إسرائيل رفعت شعارات لكن كان هدفها تصفية القضية الفلسطينية ومحاولة تهجير الفلسطينيين إما قسرا، وعندما وجدت موقف صلب من مصر والأردن بدأت تتكلم عن هجرة طوعية تدفع الدول الأوروبية، الآن هناك حديث عن الرصيف البحري والميناء الأمريكي لتهجير الفلسطينيين طوعا إلى دول أوروبية. يعني هذا المحرس في غزة جاء بعد تم يعني ضم القدس كعاصمة بديلة إسرائيل، وبالتالي فصل إسرائيل القدس عن الدول الفلسطينية، ثم الآن تصفية غزة، وفي التزامن تم إشعال الضفة الغربية. يعني الاقتحامات اليومية ما يحدث في الضفة الغربية أيضا لا يقل من العدوان والشراسة الإسرائيلية عن غزة. أي. وفي نابلس في رام الله في جنين هي تريد تقطيع كل الأوصال ما يسمى صحيح. الدولة الفلسطينية مشروع الدولة الفلسطينية. صحيح. هذا على مدار الثمانية أشهر. إذا نظرنا أيضا للحصاد أو هذه الشهور الثمانية من زاوية الدور الموقف الدولي خاصة الموقف الأمريكي، الموقف الأمريكي هو كان جزء من المشكلة وليس جزء من الحل، لأن أمريكا وفرت المظلة الحماية لإسرائيل طبعا إضافة الدعم العسكري والدعم السياسي الدعم الاقتصادي ودفر الدعم القانوني في الأمم المتحدة في مجلس الأمن، استخدمت الفيتو ضد إجهاض أي مشروع قرار مجرد فقط يدين إسرائيل مجرد إدانة أو يطالبها حتى بوقف الحرب ووقف إطلاق النار. وكانت دائما تقول أنها تتبنى الرواية الإسرائيلية وتتبنى السردية الإسرائيلية في المقابل على استحياء ومحاولة زر الرماد في العيون واستيعاب الضغوط ومحاولة تجميل صورتها بمصحيق يعني زائفة. صحيح. أتكلم على البعد الإنساني وتخلي المساعدات وأنها يعني مع وسطات، لكن على أرض الواقع تستمر في دعم إسرائيل. حتى في محكمة العدل الدولية أيضا أدانت المحكمة وبعد أن أصدرت المحكمة قرارات مجرد تطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات احترازية لمنع جرائم الإبادة الجماعية قامت به قطع التمويل على الأنروا وعقبتها وسياسة الإنسانية، وهذا أيضا نقطة سوداء في التاريخ الغرب وفي الجانب الأمريكي. عندما قامت محكمة العدل الجنائية الدولية ومجرد بس تجرأ المدعي العام كريم خان وطلب المحكمة بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو هذا وزير دفاع جالانت الذين ارتكبوا جرائم حرب واضحة، العالم كله راها بالصوت، يعني لم نعد في حاجة لجان تحقيق عشان تبحث عن جرائم الحرب كما كان يحدث في الحروب السابقة، الآن العالم كله يشاهد بالصوت والصورة ما يحدث من جرائم من هدم البيوت على القطنية. ومع ذلك انتفضت أمريكا وغضب الكونجرس الأمريكي والإدارة وفرضوا عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. ماذا يعني هذا؟ خطورة الموقف الأمريكي من أمرين، الأمر الأول
انه وفر انه بيشجع حكومه الاحتلال الاسرائيليه على المضي قدما في تعنتها وفي جرائمها. صح. طالما انها بمنع عن الحساب وعن العقاب، طالما انها لا احد يحاسبها ويرضعها، فبالتالي تستمر في القتل، هذا القتل المنهج. الخطوره الثانيه ايضا هو ان امريكا بتقضي على اي فرص تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الاوسط، رغم ان امريكا ترفع شعارات حل الدولتين. وجاء الرئيس بايدن في بدايه حكمه واستبشرنا، قلنا انه يتحدث عن حل الدولتين. صحيح. وعاد بعض المساعدات للسلطه الفلسطينيه والاونروا، وعاد مكتب منظمه التحرير، لكن سرعان ما كانت كلها يعني ايه، يعني تغييرات شكليه فقط. صح. لم يرجع العاصمه السفاره الامريكيه من القدس لتل ابيب كما ترامب. لكن عمليا امريكا هي من شجعت اسرائيل حتى الان بعد مرور 8 أشهر ودخولنا الشهر التاسع على الاستمرار في هذه الحرب، وتعنت اسرائيل عدم تنفيذ القرارات الدوليه. طيب. سواء قرارات مجلس الامن او حتى يعني تضرب دائما اسرائيل بعرض الحائط. وبالتالي لكن مع ذلك جرائم اسرائيل لن تسقط بالتقادم، هناك توثيق لهذه الجرائم. الاعلام العربي والمصري والاردني يمثل وثيقه شامله لهذه الجرائم التي كلها جرائم حرب وفقا لاتفاقيات جنيف وجرائم الماده الجماعيه وكل القانون الدولي. سياتي الوقت الذي تحاسب فيه اسرائيل وتحاسب فيه يعني مسؤوليها السياسيين والعسكريين. واعتقد ان اسرائيل الان اصبحت في قفص العداله الدوليه، سواء في محكمه العدل او في الجنائيه الدوليه. صحيح. والنقطه المهمه ايضا بعد هذه الشهور الثمانيه هو في المقابل الدور المصري والدور العربي الذي كان صمام الامان للقضيه الفلسطينيه، في اجهاض مخططات اسرائيل، في دعم الفلسطينيين انسانيا، في القمم والمؤتمرات. يعني راينا في القاهره كانت اكثر من محطه. صحيح. من قمه القاهره للسلام، والتي وضعت القضيه الفلسطينيه على قلب الاجنده الدوليه وحشدت الامور. القاهره والاردن لم يكن يمر يوم الا هناك زعيم من الدول ياتي الى مصر، وهناك مؤتمرات ثم الى الاردن، هناك تحركات. هذا بيعكس الدبلوماسيه العربيه التي اولا اكدت على ثبات القضيه الفلسطينيه، اجهاض مخططات اسرائيل، كشف ما تكون به اسرائيل من جرائم حرب حقيقيه وجرائم ضد المجتمع الدولي. وكان من ثمار او نتاج هذا التحرك العربي المصري الاردني هو تغير المواقف الدوليه، تغير المواقف الراي العام العالمي. صح. تغير. اسمح لي استاذ دكتور احمد ان اتحدث عن الدور فعلا، وكان هنالك تاثير للدور المصري والاردني في هذا الموضوع. والدليل على ذلك بان كثير من الدول الان مؤخرا اعترفت في دولة فلسطين. صحيح. نتحدث عن موقف إيرلندا، نتحدث عن إسبانيا، نتحدث عن النرويج، هناك في طريقها أيضا لأخذ خطوة واعتراف إسلوفينيا في هذا الموضوع. هل تعتقد بأن الاتجاه واستدارة، أنا أسميها الاستدارة، في الموقف الغربي والاعتراف بدولة فلسطين من تلك الدول وسيلحقها أيضا إن شاء الله دول أخرى، هل تأبه أمريكا في هذا الموضوع؟ أنا في اعتقادي طبعا أمريكا الآن وإسرائيل يسوءها هذا الاعتراف الدولي. لماذا؟ لأن انقلب السحر على الساحر. إسرائيل كانت تحاول مع أمريكا تحاول تقدم سردية مزيفة، أنها تدافع عن نفسها، أنها تحمي أمن إسرائيل، أنها ما تسمى توجيه تهديدات إرهابية. لكن كل هذا انكشف أمام دماء الأطفال الصغار ودماء النساء، وهذا يعني الجرائم التي كان العالم يراها بالصوت والصورة، نقلها الإعلام المصري والإعلام الأردني أيضا بحقائق واضحة أمام الرأي العام الغربي. وبالتالي التحولات او الاستداره كما تقولين في المواقف الغربيه هي نتاج ايضا لضغوط الراي العام داخل هذه الدول. طبعا. لان ايضا يعني شاف راوا الصوره الحقيقيه ان ما يحدث ليس كما تقول اسرائيل، وانما هي جرائم قتل تستخدم. يعني اسرائيل لم تستهدف كما تقول حماس، ولكنها استهدفت الفلسطينيين، قتلت النساء والاطفال، دمرت القطاع بغزه بكل انواع الاسلحه المحظوره دوليا. وبالتالي كانت الآن كلما أمعنت إسرائيل في القتل كلما زاد التعاطف الدولي مع الفلسطينيين. يعني بعد 8 أشهر ما هو الحصاد؟ إسرائيل دولة منبوذة معزولة دوليا، كانت تتكلم عن الجيش الأكثر أخلاقا ولكنه الجيش الأكثر سوءا في العالم، يقتل. ما هو الشرف عندما تستخدم طائرات F-16 وهذا القتل الجماعي في قتل النساء والأطفال؟ أي شرف وأي أخلاق هذا؟ الأمر الثاني عندما تمنع الغذاء والدواء وتدمر المستشفيات والمدارس وتدمر حتى استهدف المنظمات الدولية، منظمات الإغاثة والمطبخ المركزي والتجويع، يعني وكل استهدف. نعم. إسرائيل أصبحت الآن في نظر المجتمع الدولة متمردة، انهارت يعني ما كانت تقوم به إسرائيل على مدار عقود، فإنها تحاول تجمل صورتها أنها دولة ديمقراطية حضارية تعيش وسط منطقة من التهديدات، وأنهم يعني كل هذا انكشف وتكسر أمام هذه ما يحدث في قطاع غزة. هل تعتقد بأنه جميع ما قلته، يعني هل تعتقد بأن هنالك دول أخرى بعد هذا الكشف الزيف والتضليل الغربي وما تقوم به إسرائيل، هل تعتقد بأنه سيكون هنالك مزيد من الدول الغربية التي ستعترف بدولة فلسطين؟ أولا لأن هناك ما يقارب 140 دولة في العالم تعترف بالجانب الدول الفلسطينية.
هناك 11 دولة أوروبية، يعني الآن أصبح الآن بعد الأربع دول الأخيرة يقارب النصف الدول الأوروبية يعني تعترف. يعني دلالة ومغزى الاعتراف الأوروبي الأخير سواء من إسبانيا أو إيرلندا أو النرويج أو سلوفينيا، دلالته أنه بيعكس حتى يعني المشكلة كانت في الكتلة الأوروبية، يعني الكتلة الأسيوية والأفريقية وأمريكا اللاتينية هي بالفعل متضمنة مع الجانب الفلسطيني ومع الجانب العربي ومع الشرائع الدولية والقرارات، لكن المشكلة في الغرب كان متبني إسرائيل. عندما رأوا حجم الجرائم وأنهم متضررين أصلا من هذا العدوان الإسرائيلي حتى بالمنطق السياسي ومنطق المصلحة طبعا. يعني بعد تهديدات الملاحة الدولية ما أوروبا تضررت من هذا الأمر طبعا. وبدأت حتى الآن عن ضرورة وقف العدوان، كانوا يتكلمون عن وقف دائم لإطلاق النار، الآن يتكلمون عن وقف دائم لإطلاق النار وقف العدوان والحديث عن حل سياسي، وهي المقاربة المصرية الشاملة فيما يتعلق بحل هذا الصراع. وبالتالي مغزى هذا الأمر أن الدول التي كانت حليفة لإسرائيل الأوروبيين والذين يعني جاءوا توافدوا في 7 اكتوبر وبعدها لدعم اسرائيل كلهم تغيرت مواقفهم بعد ان راوا حجم هذه الجرائم وان ما يحدث ليس دفاعا عن النفس وقتل جماعي، هذا يمثل اهميه. فاعتقادي رساله بان اسرائيل اصبحت معزوله، ثم الرساله الاهم هو الجانب الامريكي، ان امريكا ايضا ان الاوروبيين وجدوا ان انجرارهم او تماهيهم او يعني السير خلف امريكا اضر بهم بصورتهم. يعني اوروبا دائما ترفع شعارات التنوير وحقوق الانسان والمعروف هذا تاريخ اوروبي، يعني على الاقل ظاهريا وجد أنفسهم أنهم في مأزق حقيقي، كيف سيبررون هذه الجرائم الجماعية وقتل النساء والأطفال؟ بدأوا يبتعدون عن الجانب الأمريكي، بدأوا يتحدثون عن فعلا ضرورة وقف هذا العدوان، عن الاعتراف بحق الفلسطينيين كدولة كبقية شعوب الأرض، الإنسانية. أن يعيشوا يعني الإنسانية. العالم يشاهد مقتل الإنسانية في قطاع غزة. لكن دائما علينا دائما يعني نقول ولكن، دائما وللأسف نقول ولكن، لماذا؟ نتمنى ان يترجم الغرب والدول الاوروبيه هذا التغير الى ضغوط حقيقيه على الجانب الاسرائيلي. يعني الاوروبيين اليوم اوراق ضغط كده، واحنا بنتكلم على الضغوط، هل اقدر اقول انه محكمه الجنايات الدوليه تقدم المدعي العام بطلب مذكره توقيف لوزير الحكومه الاسرائيليه ووزير دفاعه؟ واعتقد ان محكمه العدل الدوليه يعني تقيم يعني صفعه جديدة على وجه إسرائيل بأنه يعني وقف الإطلاق النار وإمكانية دخول لجنة لتقصي الحقائق، هل سينجحون في أي شيء؟ يعني نحن كمان نستعجب، كم درسنا في الإعلام وفي السياسة قيمة محكمة العدل ومحكمة الجنايات الدولية ونزاهتها. واليوم نحن أمام موقف نحتاج أن نرى هل هذه الأشياء مجرد أشياء أممية على الورق ولا تقدم للدول أو أي شيء، لأنه النتيجة الحقيقة حتى الآن صفر. في الواقع شافكي أنت لمست الجرح بالفعل، يعني كنا ندرس في العلوم السياسية النظام الدولي والمنظمات الدولية ومنظمة العدل ومنظمة العفو الدولية ومنظمة Human Rights Watch وأنها منظمات تدافع عن حقوق الإنسان لإنسان كإنسان دون اختلاف بغض النظر عن عرقه أو لغته. هي تدافع عن الإنسان في منطقة الشرق الأوسط. وجدنا أن خارج المنظومة. وجدنا المقصود بالإنسان للأسف هو الإنسان الغربي فقط، ما دون ذلك ليس له أي حقوق وكذا. حتى الأوكراني عشان هو جزء من المنظومة الغربية انتفضوا وتكلموا عن حقوق الإنسان، أما الفلسطيني أو غيره هنا في أفريقيا وفي آسيا ليس له أي اعتبار. طيب خليني أعود لسؤالي، هذا التوقيف ومع الاعترافات اللي تحدثت عنها لنا، يعني نحن في كماشة نحاول يعني أن نضع إسرائيل أمام يعني أي شيء نقدر ناخد به ورقة ضغط على إسرائيل، هل ينجح هذه المرة؟ وبالفعل هناك كماشة ليس فقط على إسرائيل ولكن على أمريكا أيضا، لأن أمريكا تدعم إسرائيل. عندما تكلم على إسرائيل تكلم على أمريكا، لأن أمريكا تدعم إسرائيل وأمريكا تقف أمام المجتمع الدولي، يعني تعاقب محكمة المحكمة الجنائية الدولية وترفض محكمة العدل الدولية، وبالتالي هنا أصبحت أمريكا أيضا في عزلة في مواجهة المجتمع الدولي كله. لكن على الأقل هذه التطورات مهمة، أولا إسرائيل أصبحت في قفص العدالة الدولية لأول مرة، إسرائيل بعد يعني حصانة للعقود الآن يعني مسؤوليها مجرمة حرب نتنياهو وجالنت ومطلوبين العدالة الدولية. إسرائيل الآن صورتها انهارت تماما أمام الرأي العام الغربي والشعوب الغربية وانكشف القناع الحقيقي عن دولة الاحتلال. كل هذه تمثل أهمية، زاد التعاطف الدولي مع الجانب الفلسطيني، وبالتالي هذه الخطوات مهمة. أنا في اعتقادي ما بعد حرب غزة لن تكون ما قبلها، بمعنى أن هذه لأول مرة سنجد أن هناك هذا التعاطف الدولي والاعتراف الدولي والتحرك على مستوى المحكمة العدل والجنايات الدولية، هذا كله انتصار للشعب الفلسطيني وصمود. دماء الفلسطينيين من النساء والأطفال لن تذهب سودا، حتى وإن استمرت إسرائيل في قتلها، حتى وإن لم تأتي هذه الضغوط بنتائج فورية، لأن الإشكالية دائما في الجانب الأمريكي. إسرائيل لا يهمها محكمة العدل ولا الجنايات الدولية ولا حتى الجانب الأوروبي ولا الأمم المتحدة، كل ما يهمها أمريكا، لأن أمريكا بتعطيها المساعدات العسكرية
وامريكا حتى الان هي متماهيه مع الجانب الاسرائيلي، فقط اختلاف تكتيكي، اختلاف فقط في تبادل الادوار يعني، لكن على المستوى الواقعي هناك اتفاق في كل شيء، وبالتالي هي في النهايه مكاسب فلسطينيه. هناك اسرائيل خسرت اخلاقيا، خسرت على كل المستويات، كلما معنت في القتل، كلما كان هذا يعني 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 تعاطفا دوليا مع الفلسطينيين. وانا في اعتقادي الدوله الفلسطينيه قادمه للمحاله، والاحتلال في زوال حتما، لان هذا درس التاريخ، وان اسرائيل ستحاكم ومسؤوليه سيحكمون على هذه الجرائم الموثقه بالصوت والصوره في قطاع غزه، وان امريكا حتى وان استمرت لا يمكن ان تظل في مواجهه كل هذا المجتمع الدولي، خاصه الكتله المهمه الغربيه الاوروبيه التي كانت حليفه لها في دعم اسرائيل، الان تخلت عنها وابتعدت عنها وعن اسرائيل واصبحت متعاطفه مع الجانب الفلسطيني. الفلسطيني قدموا ثمنا باهظا يعني حقيقه، واقل مقابل له ثمن له مقابل هذه الدماء الطاهره هو ان يكون لهم دوله مستقله طبقيه شعوب الارض، وان يحاسب من قام بهذه الجرائم. دكتور احمد، لان قالت شافكي فيما يتحدث بانه احنا طول عمرنا في الاعلام نتحدث عن العداله الدوليه ونتحدث عن المحكمة الدولية، وكنا دائما مصرين بأنها حيادية في هذا الموضوع لأنها تتبع القانون والإنسانية، لكن أعتقد بعد ما حدث في غزة على كل أستاذ يدرس القانون أن يبدأ محاضراته فيما جرى في غزة بأن هذا القانون في القانون الدولي والعدالة الدولية لا تمت للواقع بأي صلة. وهنا أتحدث أيضا فيما يتعلق بالضغوطات على إسرائيل وأمريكا. جزء من تلك الضغوطات هي حتى داخل الكيان الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية هنالك انقسامات ومشاكل منذ البداية. مؤخرا مجلس الحرب كان فيه استقالات، يعني استقالوا يعني شخصين من وزرائهم في مجلس الحرب. هل هذه الاستقالات سأيضا تشكل ضغوطات وانقسامات على إسرائيل، أو بمعنى آخر من خرجوا من هذا المجلس هل سينجو من المحاكمة؟ أنا في اعتقادي لنا هذه الاستقالات بيني جاتس وإيزنكوت وغيرهم من مجلس الحرب الإسرائيلي هو بيعكس المأزق الكبير الذي تعيشه حكومة نتنياهو، والمأزق أيضا الذي تعيشه دولة إسرائيل. لماذا؟ يعني كما يقول أليس منكم رجل رشيد. الآن هناك قناعة لدى مدى القطاعات في إسرائيل أن هذه حكومة الحرب المتطرفة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش يقودون إسرائيل إلى الهاوية. هم يعجلون بزوال إسرائيل، لأنه لا يمكن بسياسة القتل الجماعي وإشعال الحرائق لا يمكن أن تحقق الأمن للمواطن الإسرائيلي. أنت جربت هذا القتل والعدوان على مدار عقود ولم تحقق في نهاية المطاف. كانت 7 أكتوبر كاشفة إلى هشاشة هذا النظرية أن سياسة الأمر الواقع والقتل لن تحقق الأمن. السياج الحقيقي الذي يحقق الأمن للمواطن الإسرائيلي وأن تعيش كدولة طبيعية في المنطقة هو السلام العادل والدائم بإقامة الفلسطين حكومة مشروعة، دولة مستقلة كبقية شعوب الأرض. وبالتالي هناك الآن بدأ يدرك أن نتنياهو يقود الحرب لأسباب اعتبارات شخصية، اعتبارات سياسية للاستمرار، للنجاة من تهم الفساد والمحاكمات المنتظرة له والمحاكمة وفشله في 7 أكتوبر. هناك أيضا حتى داخل الجيش الإسرائيلي هناك قناعة صورة إسرائيل دوليا انهارت تماما، يعني إسرائيل دولة منبوذة، دولة قاتلة، دولة متمردة كانت تقدم نفسها كدولة حضارية، وكل هذه الأمور انكشفت تماما. وبالتالي هذه الانقسامات بتعكس حجم الأزمة، لكن أيضا علينا أن نتعامل معها برضو نوع من الحذر، بمعنى كل الإسرائيليين هم متفقين في الأهداف، ليسوا مختلفين، وهو خلاف فقط في الأدوات. هم يرون أن ما تقوم بحكومة الحرب دون رؤية بعد 8 أشهر وهذه الخسائر، هناك خسائر إسرائيلية كثيرة، يعني متفقين على الهدف لكن مختلفين على الوسيلة، يعني هم متفقين ضد الدولة الفلسطينية معظمهم، يعني لا يهم الأمر، ومتفقين على القضاء على المقاومة الفصائل الفلسطينية، ولكن بعد 8 أشهر هناك الأدوات مختلفة. يعني هو يريد رؤية للحرب، يعني حتى عندما على سبيل المثال أؤكد هذا الكلام، عندما بدأ الغرب يتكلم عن الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد، قدم مشروع قرار في الكنيسة الإسرائيلي وافق عليه أول واحد وافق عليه هو يائر لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، أنه لا يمكن القبول بدولة فلسطينية. وبالتالي هناك أهداف إسرائيلية، هذه المشكلة، هناك المزاج الإسرائيلي أن مزاج يميني متطرف. خليني هنا أسأل، يعني بعد هذه الاستقالات اللي تحدثت عنها لنا، هذه الاستقالات، هل هذه الاستقالات ستجعل نتنياهو يتجه أكثر إلى إطار بن غفير وإلى سموريتش ولا في الحكومة المتطرفة، أم هو حيجبرهم أو حيجبر على المواجهة، حيواجه أكتر؟ أنا في اعتقادي يعني تركيبة نتنياهو المراوغة ويعني التحايل دائما
هو كل همه الحفاظ على ائتلاف الحكومة، ولديه ائتلاف حكومي من 64 صوتا داخل كنيسة إسرائيل لتشكيل الحكومة. طبعا عامته الأساسية حزب سموتريتش وحزب بن غفير، سواء عزمة إسرائيل أو الصهيونية الدينية لكلا الاثنين. وبالتالي حتى انسحاب بني جانتس أو إيزنكوت هو لن يؤثر على انهيار الحكومة، كل ما يهمه الحفاظ على هذه الحكومة. الأمر الثاني، المزاج اليميني لنتنياهو يتوافق مع المزاج اليميني المتشدد المتطرف لكل من سموتريتش وبن غفير. هم لديه رؤية، هم لديهم هدف، هو القضاء على الدولة الفلسطينية، القضاء منع إقامة الدولة الفلسطينية، القضاء على الفلسطينيين. هل ده هيعطي له فرصة أكتر إنه مزيد من التطرف أكتر؟ بالفعل يعني أنا في اعتقادي هذا، خاصة أن المعارضة الإسرائيلية حتى الآن لم تمثل البديل القوي لهذه الحكومة، يعني هو دعا لانتخابات مبكرة، لكن هو يحافظ على الائتلاف الحكومي. يعني ممكن نلاقي بن غفير وسموتريتش موجودين في حكومة الحرب الحالية؟ يعني قد يكون هناك صيغة أخرى، بمعنى أن يعني يحل مجلس الحرب الحالي ويكتفي بسمى إدارة عسكرية هو وجالنت أو رئيس الأركان فقط. عسكرية هو يعني هو يخشى أيضا وجود بن غفير وسموتريتش في مجلس الحرب سيقلب عليه الضغوط الدولية، لأنه طبعا هؤلاء متطرفين وتصريحاتهم هو يريد أكثر تطرف، هو يستخدمهم كأداة فقط، لكن لا يريد أن يصدروا المشهد، هو يعني يقول أنه متعرض لضغوط. لكن أنا في اعتقاد نتنياهو شخصية يعني مراوغة بالفعل، هو ليس لديه نية حقيقية في وقف الحرب إلا بالقضاء على الجانب الفلسطيني. السؤال اللي بيطرحه الشارع العربي، وأنا أريد أن أطرح هذا السؤال بفكر المواطن العربي البسيط البعيد عن السياسة، ماذا تريد إسرائيل وأمريكا من غزة بالتحديد؟ هي إلى هذه الفترة يعني لم تجلس على طاولة المفاوضات، وهذا يدحض ما تقوله إسرائيل بأنه قضية الأسرى وقصص الأسرى وما إلى ذلك. لماذا غزة؟ ماذا تريد من غزة؟ ما هي المصالح والأهداف التي تسعى من ورائها من غزة بالتحديد؟ هذا السؤال مهم لنا حقيقة. لماذا يعني السؤال منطقي، لماذا هذا التدمير على مدار 8 أشهر في قطاع غزة؟ لماذا الإصرار على تهجير الفلسطينيين من سكان قطاع غزة؟ لماذا أمريكا تقيم رصيف بحري في غزة؟ لماذا هذا التواجد والموقف الأمريكي؟ هذا بيعني أن هناك أهداف حقيقية، يعني البحث معلنة ليست سرية، إسرائيلية وأمريكية. أولا من ناحية سياسية تصفية غزة وإخراجها من المعادلة الفلسطينية طبعاً. يعني تحويلها لمسألة إنسانية ما يبقاش في قطاع، وعلى الأقل في جزء ده، على الأقل تغيير التركيبة الديموغرافية في غزة. يعني التعداد التاريخي قبل حرب 7 أكتوبر، عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية مش إسرائيل والأراضي الفلسطينية بيزيد عن عدد يهود ب 200 ألف نسمة. هناك مخطط لتقليل هذا العدد لصالح اليهود لأن الأغلبية فلسطينية، وبالتالي جزء منها تصفية جزء من غزة هجرة قسرا أو طار. هذا هدف أساسي من غزة، وهذا يفسر طول الحرب. هناك أهداف خاصة بمنع إقامة الدولة الفلسطينية، بمعنى إخراج غزة وثم انتقال إلى الضفة وتقطيع أوصالها بالاستيطان واستبعاد القدس، وبالتالي تصبح فلسطين مجرد فقط مسألة إنسانية. هي أصلاً الضفة، يعني هو الضفة تم تصفيتها، يعني بالفعل الخريطة عندما ننظر للخريطة فنحن لا نرى فلسطين. أنت 70% طول الوقت بين معابر، ويعني اللي بيسكن في رام الله علشان يوصل لحد الخليل طول الوقت في مستوطنات يمكن إسرائيلية. يمكن شافكي هذا شاهدنا لما رحنا لبيت الكل، لما زرنا الخليل بالزبط. لما انطلقنا من رام الله لجنين، يعني معابر، كل معابر. انت ساعتين طول الوقت لا ترى الا مستوطنات على وبالفعل يعني فلسطين الان ما تبقى من اسرائيل، فلسطين التاريخيه 17%، حتى هذا لا يمكن، يعني اصبحت يعني غير قابله للحياه لان تقطيع الاوصال كما انت في رام الله، والمستوطنات بتلهم كل يوم غزه. 30% من مساحه الضفه اصبحت مستوطنات، هناك ما يقارب مليون مستوطن. ثم الهدف الثالث ايضا فيما يتعلق بغزه، لماذا غزه؟ هو هدف اقتصادي مصلحه، يعني غزه امام غزه ثروات طائله، يعني الغاز والنفط، وبالتالي اسرائيل ومن وراها امريكا تريد وطعها على هذه الثروات، وبالتالي كل هذا يفسر لماذا هذا الحشد والكم العسكري وقتل المدنيين عزل الابرياء في غزه. هل الهدف فقط حماس والفصائل؟ لا اعتقد، الهدف اكبر، الهدف هو قضاء على الفلسطينيين، هو انهاء سياسيا المساله الفلسطينيه، هو اهتمام بالثروات، هو يعني غزه كانت دائما في التاريخ رمز الصمود الفلسطيني. كل هذه اهداف اسرائيليه تبرر لنا صحيح. وللعالم وللمواطن العربي لماذا هذا الاصرار وهذا الامعان وهذا الحيز الامريكي لاسرائيل.